وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة الأيام القليلة القادمة، احنا منورانا على التليفون الأستاذة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم، أنا هودن كل السادة المشاهدين، أهلا بيك. صباح الخير. احنا بنسيح يا دكتورة منار. فالوضع ده مطول معانا قد ايه يا فندم؟ والنقطه دي بقى يا دكتور منار قبل ما يعني تجاوبي كريم، لان في ناس بقى انا منهم مش مسافرين قاعدين في القاهره، فالوضع فعلا في القاهره كمان هيبقى عامل ازاي؟ يعني طمنينا. هو بالفعل يمكن احنا بنشهد يوم ذروه ارتفاعات درجات الحراره، الامس ايضا كان ذروه الارتفاعات كمان، لان احنا بالامس سجلنا 38 درجه على القاهره الكبرى، اليوم متوقع ايضا العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، وتعتبر دي أعلى درجة حرارة سجلناها فصل الصيف إلى الآن، فطبعاً في ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة بالزبط. مع كمان ارتفاعات نسب الرطوبة، فإحنا حاسين 38 دي لو تكون 41 42 درجة مئوية، لكن طبعاً نطمن كل السادة المشاهدين إن إحنا ابتداءً من يوم الجمعة هتخف حدة موجة ارتفاع درجات الحرارة، تبدأ درجات الحرارة تنخفض، يعني إحنا متوقع إن إن شاء الله العظمى على القاهرة الكبرى تكون 34 درجة مئوية، لكن لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة، يمكن لسه مستمر معانا ارتفاعات نسب الرطوبة على مدار اليوم، وده اللي بيعلي احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحرارة، لكن طبعا احساسنا بالطقس يوم الجمعة هيبقى مختلف عن النهاردة. بس بشكل عام الاجواء الحارة غالبا بتكمل معانا في شهر سبتمبر، يعني احنا زمان كنا سبتمبر ده يعني بنلبس فيه يعني لبس شتوي خفيف، دلوقتي بقى خلاص يعني زيه زي الصيف، ولا متوقع يبقى فيه تغيير؟ لا هو تقريبا يعني دايما كده في شهر سبتمبر، يمكن ده لسه احنا الصيف اصلا هيبتدي ان شاء الله 20 سبتمبر، وكمان فصل الخريف بيبتدي 21 سبتمبر، يعني احنا لسه دايما الفصول الانتقاليه بدايه فصل الخريف كمان بياخد بعض سمات من فصل الصيف، خاصه النص الاول من فصل الخريف، فاحنا لسه كده في اول ثلاث اسابيع او اربع اسابيع او يمكن شهر تسعه كله هناخد بعض سمات فصل الصيف، لكن تبدا تدريجيا التوزيعات الضغطيه تختلف، تبدا نسب الرطوبه احساسنا بيها ينخفض، كمان نبدا درجات الحراره تنخفض باذن الله، وان شاء الله من يوم الجمعه يمكن نحس بتحسن في الاجواء عن الايام باذن الله، وكمان على مدار الاسبوع الجاي ان شاء الله متوسط درجات الحراره ما بين ال 34 وال 35، ده طبعا على القاهره الكبرى، المحسوسه توصل ل 37 38 درجه مئويه، السواحل الشماليه طبعا بتكون اقل درجات حراره من المناطق الداخليه، والسواحل الشماليه المذكور بيها طبعا المناطق بتطل على البحر المتوسط، كمان في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه تحديدا اليوم وغدا باذن الله، فكمان السواحل الشماليه مع سقوط الامطار هتحس اكثر بانخفاض درجات الحراره. الاجواء دي ان شاء الله يعني زي ما قلنا مكمله معانا على مدار الاسبوع اللي جاي، تحسن في درجات الحراره بالنسبه لاغلب قطاعات الكوره. يا مسهل الحال. تمام، احنا شاكرين لحضرتك يا دكتوره منار جزيل الشكر على مشاركتك معانا في حلقتنا.